القواعد الرئيسية اللي كتبني عليها قوة الرياضة معروف هي ثلاثة الأركان: الجانب المالي، الجانب البنيوي، ثم الجانب الفكري. المغرب الحمد لله قطع واحد أشواط يعني كبيرة فيما هو بنيوي، كنشوفوا البنية التحتية، عدد الملاعب، عدد القاعات الرياضية متقدم جدا. الجانب المالي هناك مال متوفر في تدبير الشأن الرياضي الوطني. كيبقى لنا مسألة واحدة هو الجانب الفكري. الجانب الفكري الحمد لله عندنا معاهد اليوم اللي فيها طلبة دكاترة اللي أجروا أبحاث يعني عديدة حول الرياضة. هناك كذلك التأليف أو التوثيق الرياضي والتاريخ الرياضي. هذا المجال اللي باقي يعاني معاناة حقيقية في الوقت الراهن، فلازم أن يكون اهتمام أوسع وأكبر بهذا المجال، لأنه هو اللي كيحافظ على الذاكرة الرياضية الوطنية. هناك مجهودات يعني مجهودات جبارة في هذا المجال، كاين كتب في الرياضة، فاللي ما كيعرفوش يعني العديدون هو أن نتوفر على أكثر من 102 عنوان في المغرب، 102 كتاب، نضيفوا لهم نساء من ذهب هي 103، ما بين السيرة الذاتية ديال بعض الأبطال الرياضيين، تاريخ مسار بعض الأندية كما كمثال كتاب على نادي أولمبيك خريبكة للزميل محمد الرئيس، كتاب عن الكوكب المراكشي للزميل بالخير سلام، وعدد من الكتب. ولكن كيبقى رغم ذلك هادشي ضعيف بمقارنة مع تاريخ الرياضة في المغرب وعدد الأبطال والنجوم والألقاب. يعني مفروض أن يكون واحد الشهاد آخر في هذا المجال. فبمقارنة مع الدول الأوروبية، ما نقولش مقارنة، لا مجال مقارنة، لأن يوميا كتصدر المئات ديال الكتب حول الرياضة. على المستوى الوطن العربي فيكفي أن أذكر أنه إذا كان في المغرب وصلنا لعدد 103 ديال الكتب في الرياضة، فمصر مثلا جمهورية مصر العربية هناك أكثر من 7000 عنوان كتب رياضية. وكذلك في إطار دائما المقارنة، النادي الأهلي مثلا صدر لتاريخ محطاته يعني أكثر من 100 كتاب، في الوقت اللي كنلقى مثلا فريق الوداد البيضاوي فريق العريق عنده كتاب أو اثنين، ماشي متأكد. الرجاء مازال ما كاينش كتاب اللي رصد التاريخ ديالها، شباب محمدية كذلك، المغرب باسي وعدد من. فكنتمنى أن هذه مجهودات، كنأكدها دائما، مجهودات فردية ديال الزملاء المؤلفين الذين يعانون من كثير من المشاكل باش يصدروا بحال هاد الكتب. يعني مشاكل فيما يخص التمويل ومصاريف الطابع والنشر، لازم يكون هناك مجهود مؤسساتي. وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الوطنية الأولمبية تساهم في إنعاش هذا المجال الذي نعاني من الضعف فيه في وطننا الحبيب.